اوكي تمام. بس تشغيلة النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم يا شباب يا حلوين للعبة في البي سي المرة هذه. شايفين في البي سي لعبة رعب، لعبة بصراحة شفت عليها ريفيو مرة بوم كذا، عليها ريفيو مرة حلو. اللي فهمت منه انه اللعبة بتطرد ارواح تقريبا، او بتطرد ارواح، فيها سينجل بلاير وفيها ملتي بلاير. حقيقة اليوم بنجرب الملتي بلاير مع بعض. ابى اشوف، طبعا عذروني، كيبورد وماوس السكيل شوية ضعيفة، فما بنطول في الكلام ده كله. لعبة رعب ملتي بلاير وراح نلعبها مع بعض، وبنلعبها مع كده راندوم، نبى نشوف من الناس اللي بيدخلوا معانا. بسم الله، بصراحة متحمس صراحة. طبعا انا جربت، كان فيه لها ديمو بصراحه، جربت كذا البدايه وقلت لا خلينا ناخذ اللعبه كامله لانه سعرها مناسب، ما هو ذاك اللي مره واو مره سعرها غالي. ف بسم الله ملتي بلاير. يلا انتوا جاهزين؟ يس ان شاء الله، بس الصوت يجي معهم. دخلنا مع لوبي، دخلنا مع ناس. واو يو جايز، هاي، ايش المكان ده؟ يا عشان اقول هاو ار يو. صح، عندك وجهة نظر صح. يلا ليتس جو ريدي. طيب ليش عريانين يا عيال؟ ار اس بي 20. ها هات، يلا هات العلم هنا. سبيك عربي؟ اي يس سبيك عربي. والله شوف ريدي، اول مرة العبها يا عيال، ما اعرف ايش موضوعها. يلا بسم الله. دام انه حط ردي يعني سبيك عربي. يلا بدينا. مايك اور شات؟ شاتنج يا مايك يا شات. هز راسك اذا انت عربي، هز راسك. كيف انا عربي؟ ما تسمعوني؟ شيك يور هيد اف يو ار، انت مش عربي هز ايش اسمه، شيك يور بوت. نو والله عيال ما يسمعوني، عيال ما يسمعوني. عربي أنا حبيبي، انا ما يس عربي عربي عربي، الله اني عربي، بس كيف اتواصل معكم في المايك؟ طب تقدر تكتب في الشات انتر وتكتب اي حاجه في الشات؟ دقيقه خلينا نشوف الاعدادات. انجلش معرب والله عرب. دقيقه يا عمي، حرف واحد اذا بدا هانت اكتب اتش بس، راضين. انا عربي خلاص. اوكي جو هيد والله. يلا جو هيد يا عيال، انا بعد التحديث غير الازرار عندي. ايوه انا ماني قادر، صوت عيال مو راضي يوصل لهم. طيب ليش؟ طيب كيف السيتنج؟ كيف الاعدادات المايك؟ هذا التحديث 3.1. ما في كذا. طيب يلا انا جاهز. طيب هوسبيتال يا جماعه، هارد. اوكي هوسبيتال وهارد عشان ذيبان يلفل. يلا بسم الله. أوه والله عيال سعوديه شكلهم يا عيال. الجروب اللي دخلت معاه شكله كلهم سعوديين. انا على بالي انه ما شغال عيال. واي هاي هلو. طيب فالكون فالكون تيس يس يو يو. نسمعك للاسف ما حد يسمعني. انا اخذت الاي ام اف. طيب خلينا نجرب هذا. ايش والله في ديفايسز كثير يا عيال. Hey guys, wait for me. لحظة، أوكي. هذا إيش يسوي؟ في هذا ميكروفون الظاهر تتواصل معهم. هذا بيحدد. هلا. بدك تدخل 10,000 اليوم ها؟ 10,000 الآن 9,000. أنا حلمي أوصل. ها؟ شو قلت قبل شوي؟ حتى هم مصدق. 5,000 10 ايوه بالضبط. والله العالم داعسين يا عيال، في شكل داعسين يوتيوب يا عيال، دول لازم نلقطهم صراحه. طيب واحد ياخذ اكتب لازم. طيب خليني ننزل هذه اكتب لازم. والله انا ما اعرف حتى اي ام اف رسب. طيب معي اليو في لايت، معي التمبريتشر. اوكي سبيريت بوكس. مين القدع اللي بيشيل سبيريت بوكس او الاكتوب بلازم؟ والله ما حد، انا ما اعرف سبيريت بوكس وما اعرف الدنيا دي كلها والله. على الدنيا انا نيو لسه. طب هذا ايش بيسوي لي؟ هذا خدت فلاش لايت. فلاش خدت. اوكي حلو، شغله
طيب سكرول بار الحراره الحراره عندي عندي حرارته في طريقه سكرول غير الام اف الكوره اللي في نص الماوس رسب يو جايز يو يو الكوره اللي بالماوس غير الكوره اللي بالماوس اوكي اوكي شغل فلاش شغل بالكليك شغال فلاش يلا يلا أوكي. خلاص غير الحين يلا جو هيد. طب انا ما اخذت ميكروفون والله عيال هوسبيتال و اوكي شيفتنج اللي بيجري اوكي يلا يلا عيال سوري سكيلز ادري ايش اشوف كشافك طافي انا بس اوكي لا شغال شغال تعال يلا 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 والله عيال مستشفى خوست ار يو هير خوست اصبر 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 اي قلو ياو وراهم انا مشكلة بك مالك اول شيء تمبرتشر قلت لك محمد احيانا ما يطلع من البداية لين يطلع مكان اذا طلع مكان اطلع ام اف اوكي مين هذا اخو اصبر اصبر دقيقة خليني اشيك التمبرتشر هنا ما في شيء اها كنا 15 هنا ما في شيء طب انا الصرصور ذا اللي معايا والساعة طب ما في الا انا وذا وفين خوي الثاني؟ في اثنين الظهر مو موجودين لازم ما في طيب ندور داخل حي الله سامر حي الله من جانا والله يا مرحبا انا فانا ماني قادر اتواصل معاكم اطلع بافكار التصميم دقيقة لازم الوضع يترتب اللعبة شكلها بطلة يا عيال ما شفته طب انا اوكي والله السكيلز في الماوس جدا سيء يا عيال هاي جايز والله العيال كلهم بدون فلاين ليش؟ واي ليه ما في تيشيرتات؟ الظاهر انه كان المفروض اخذ العده كلها كل واحد يختار اوكي هذا في معاه زي الساعه طيب اوفيس ما في شيء ايش اعطاني 15 هنا؟ فين؟ يلا يلا اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو مين هذا اللي معنا؟ اوكي والله في انواع شغلوها ايون بالكون هلا هلا تشغل النور بتجيب فينا العيد شغله شوف ابغى اقول لك احيانا تشغيله النور هو شوف يجاوبك اذا كنت تشغيله النور يو صادر العالي الوسخ لا لا القاتل معاك القاتل بلازما يعني انا المشكلة اني لا تتواصل مع التيم ذا ما بجيب اليوم اف يوم اف ما يطلع كريزي بس اللهم في صوت اطفال انا بمشي مع خويي ذا لانه شكله فنان فينك تعال تعال والله ما بمشي الا مع التيم عيال مستشفى مرعب ستيوبت طيب ليش انا ما جاني الا انا الحالي انا الظاهر ما ظهر لهم شيء عاد تمبرتشر فيه يا الحين ما في شيء الظاهر انك قعدت لو قعدت لحالك بتورط هي جايز وو وو والله ماني قاعد اتواصل معاهم يا عيال شيء يزعل فالكون معك التمبرتشر صح؟ لا ايه ما قد اشتغل على ثنتين تمبرتشر اوف بو اكتب لازم واجد هذا الظاهر جي اوكي طيب تمبرتشر هنا 20 ادور هنا اكتب لازم او ماي جاد قدم ابزار طيب اي حاجه انا والله جالس اطلع مع الادمي ذا جالس امشي معاه بصراحه باين التيم خبره يعني المشكلة اللي عندي ما انا شايف شغل النور وينه؟ هذا بيرفع ضغطي اوكي
اوكي اوكي ما فيش حاجه هنا ما في اي حتى اللي عند الديفايس ما ارفع ضغط ايوه شغل الايفنتات اللي في الماب كلها شكله كل ما نشغل انوار نزلت الاغراض هنا يمكن يكون فيها تفاعل اي في شيء هنا اعطاك اي شيء هنا اقصد علمنا اذا في شيء ما في ما في للاسف انه ما في شيء طيب بيسمنت اروح بيسمنت يعني انا ما يجري عندي مو هو الشيء بيسمنت ثلاجة ملموتة الثلاجة 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 الله خارجنا الظاهر انه هذا بيعطينا استشعار والله ذي فيها شيء الزبد ان جوست كريه وشكرا طب انا ما اقدر اتواصل معه شكله في البيسمنت شكله في البيسمنت are you alone are you friendly دقيقة البيسمنت حرارته 10 دائما هذا الحين 5 انا في عدة ناقص ما اخذتها بصراحة ما في شيء اكيد احس انه في عدة انا ما اخذتها are you here alone يا رد في صوت okay. في صوت اعطاك الرياكشن هنا صح يس 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 كم ام فا كم 5 ام 5 اطلع خلوني اكلمه اطلع خلوني اكلمه يلا طيب طيب اصبر خلينا نجيب الاغراض تكلم على اي اساس لا دروينج لا اس جي اصبر اتكلم الحين يا اخوي بسرعه شو هذا والله هنا شيء عيال اكلم كلمه اقول له اجيب الاغراض بيكلمه اصبر خلينا نجيب الاغراض ابو سمره يسلم عليك اقول للجني ولا الدحام اوكي ابي اجيبه أقول الحين دروينج سامر أوه في تفاعل هنا خلاص نزل مين هذا اللي قدامي نزل الاي ام اف هنا نزله هنا هذا الاي اس جي طيب 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 اوكي جو هيد جو هيد ايش تبي فيه خلاص نزله خلاص طلع ما يعت ما يعت اكتب له اكتب له انجليزي مع الرب مشوار خلاص طلع معك وين فالكون تحت 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 اوكي اوكي شكله لازم نرمي الديفايس خلاص اعطانا فايف اعطانا فايف يا محمد ما تحتاج جيم اف قطه اه خلاص اذا رمينا اذا ادانا الرقم 5 خلاص باقي الكاميرا طيب الاي اس جي هنا يا عمي كل تراب ايش اللي هذا مولع البخور ليه؟ من هو؟ عشان مولع البخور انا ما بتقفل يا عمري تكفى عطني اياها نايس فينجر برنت ام 5 حلو طلع انا خلوه يكلمه خليني اجيب الكاميرا والشموع وش اللي ما عاد احتاجه؟ اكتب لازم ما عاد احتاجه الا والله احتاجه جيب تعال المشكلة حتى انا الشاتنج انا تعال تعال يا حتى الشاتنج انا ار اس بي Come on brother, come on. يا الله يا لادكم تعرفوا السعودي. Brother. Come brother, come on, come on يا brother. طبعا هو الظاهر انه ما ادري نصيده ونطهر المحل. عطى كاميرا شموع معاك. يلا يلا. اوكي اوكي يلا يلا. والله ذول بيدوني سكيلز بيدوني مهارة. شوف شوف هنا هنا هنا. اوه خلاص راح الحرف. خلاص تعال تعال. يلا يلا. لا يا اللعبة جت في وقتها بصراحة اصبر 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 لا يروح السنتي عليك يا محمد اطلع ابدا انت دقيقة اوه قفل الباب شكله بدأ هند.
ارجع 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 بدون بدون ترجع ارجع 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 بدا يسيطر ولا ايش ابوكم ابو من رباكم هذا ميت وهذا ميت ولا مين انا خلاص جوست شكلي مت اي والله شوفوني هنا واحد من الثانيين برضو مات خلينا نشوف بصراحه عشان انا الخبره عندي قليله في اللعبه وهم عندهم سكيلز وعندهم مهارات شوفوا الثاني هنا مات طيب خلينا ننزل والله اللعبه بطله بس يبغى لك تيم واه الثالث مات هنا بيجي واحد هذا اللي كان من اول قاعد بالغرفه بالاخير هو شوف فين مسكين ورط وفي واحد فوق وانا عند الباب والثاني شرد اللي معاه القناع صراحه شرد ما ادري كيف شرد بصراحه بس في اكيد في طريقه اوكي 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 اتوقع انه خلاص كذا راحت علينا الجوله ما قدرنا نصيد لانه حاطين هارد واول مره العبها وما نعرف ايش سالفتها بس شفت كذا عليها عارف التفاعل رهيب صراحه في الريفيو ما جاني الا الدب ذاك ابو كرش اقول لك جلدني على طول ما ادري اذا باقي والله ديد ديد ما في اللي هو باقي خوينا طيب على كذا مشكله فالكون طلع وار اس بي مات والله ودي 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 اكمل معاه ودي اوجب معاه بس ما نعرف كيف اوجب اوكي طيب شوف لازم اخلص الحين بحط اوريو حلو ايش باقي عندنا شايف الفيس 2 يقول لك هنا اول حاجه دي طيب. تقريبا نمشي بس قطع الاسلحه اعطني اياها واسوي انا حاجه كيفين وهنا يقول لك هايند ان ذا بارت اوف ذا جن ايش تخليني نضغط كذا عليها اي نشوف هنا بعدين بيرفورم ريتشل ان ذا والله يبغى لك كمان تسوي طريقة معينه بارفع ام السنتي طيب 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 يعني انا برفع ما في ثلاث حبات انا التيم اللي معي رهيب صراحه التيم اللي معي رهيب وفاهم اللعبة أنا اللي ماني فاهم اللعبة والمايك مو شغال ولا عارف إنه أنا كيف أتواصل معهم لأنه مهم إنه أتواصل معهم وأفهم الديفايسز اللي أنا بستخدمها عشان نقدر بصراحة نلعب بلعب راندوم كمان وبلعب مع شباب أعرفهم إن شاء الله بحاول نلعبها مع بعض نسوي الحلقة بس بنبدأ بالحبة حبة نبدأ كده كده الهوسبيتال شكله مرة قوي ومرة صعب طبيعي هنا بننهي أجل الحلقة الأولى إن شاء الله تكون حلوة إن شاء الله تكون عجبتكم إذا حبيتوا لايك ودونا تفاعل ونشوف إيش رأيكم في التعليقات عشان نبدأ فيها سلسلة وحلقات كثيرة ممكن يكون ستريم كمان إذا كان معنا شباب نسوي فيها تيمات يعطيكم العافية شباب نهاية الحلقة أو نهاية اللعبة هذه والتجربة دي يعطيكم العافية دخل علي خوينا السلام عليكم